شيخ ابو بكر. اي نعم. لا عشان الناس تطلع بخلاصه، احنا في السودان عرفنا صار السنه ختمي وصوفيه، والختمي وصوفيه عرفناهم، والحكومه ختمي وصوفيه، والاعلام ختمي وصوفي، الحل شنو؟ في الاحزاب التي لم نسيها هو غادي، الحل شنو؟ الحل ربنا سبحانه وتعالى قال: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. امرك برقفتك بعيد، لست منهم في شيء، انت تتبرع منهم. تقول انا العدب على ختميه، ختميه دي شغلهم ده باطل، وعبادتهم اللي بيسووها دي باطله، وتتبرع منهم، تريح رقبتك. النبي عليه الصلاه والسلام سالوا حذيفه، حذيفه قام بيسال، قال الصحابه بيسالوا عن الخير وانا بسال من الشر، قال حتى كنت سالا عن الشر، بس يعرف الشر ده وين. فسال النبي صلى الله عليه وسلم اسئله كثيره عن الامه بتجي بيحصل شنو لقدام. قال تكون خير ثم ياتي من بعد ذلك الخير من شر وكذا، في النهايه قال يكون شر. قال له ماذا افعل يا رسول الله؟ قال له اعتزل تلك الفرق ابد، يعني ليلة انت ما ملزم تبقى تياني ولا ختمي ولا صوفي ولا انصار سنه ولا تبع ملزم الفقيري ولا تبع منو ولا دي كلها باطل. انت تتبع الى النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي، امسك في السنه بس، ولا في شيء يضرك، ولا في واحد يوم ولا حتسال في قبرك يقول لك يا اخي انت ما بقيت تجاني ليه؟ ربنا ما بيسالك، لانه ربنا ما بعث لنا رسول تجاني ولا ارسل لنا رساله تجانيه. كويس؟ تتبرع من الباطل، ربنا سبحانه وتعالى كده يبرئك ونجيك يوم القيامه. هذا هو المطلوب. كويس؟ وما تربط الحق بشخص، لما يجي واحد بعد شويه يقول لك اها جوكم ناس مزمنة او لكم محاضره، اي والله، وقال لكم ما تسمعوا للجماعات دي، ايوه. طيب ها نسمع لمنو في السودان؟ سؤال كده قاشرين بيهم طبعا الجماعه دي، نظام منه خارج عندهم سؤال صعب، يقول لك طيب لمن نسمع في السودان؟ دارنا انا اجي اقول له اسمع لمزمل وعليك به. لا 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 لا، الحق ما يربط بشخص يا اخوان، اعرف المعلومه دي. الحق لا يربط بشخص معين، انما تسمع لكل صاحب دعوه صحيحه. الدعوه اللي قلناها احنا قبل شويه دي اللي بتلقى بيدعو بها دعوه القران والسنه، ده اسمع له. اللي بتلقى بيدعو بخلافه ما تسمع له. علي رضي الله عنه قال: اعرف الحق تعرف اهله. لكن انت الحق وين ما عارفه؟ لان انا اقول لك امشي على مزمل، مش على مزمل على شنو؟ انت الحق شنو ذاته؟ اعرف الحق بتعرف صاحب الحق وين. فيا اخواننا الدعوه ما بتربط باشخاص، عشان ما يزول بعد شوي، حتى من شبابنا ذاتهم قول لهم من لم يسمع لمزمل واداب هو ضال اضل من حمار اهلي. يقولوا قال شنو انت قال؟ احنا فرق بتاع الكوره؟ ما فرق كوره يا ناس. يا ناس احنا ما لنا لنا مجموعات بتاعت ناس نخش بها انتخابات، احنا ما لنا شغله مع زول. عشان ما يبقى عشان ترمي لي زول في رقبتي، واي والله انا ما عندي شغله بزول يوم القيامه. اصلا ما ترمي لي زول في رقبتي دي. انا الله يقدرني اتخلص انا ده. رقبتي دي امرق انا ده. ما ترمي زول فيني انا ثاني. فهمت كلامي ده؟ اي زول بيسالك سؤال زي ده قول له اعرف الحد تعرف اهل الحد. اعرف الدعوه المستقيمه، منهج السلف الصحيح، استن بالعلماء الماتوا. ولا حتى مش ادابه فلان. انا ولا بقول لك انت اتبع لربيع ولا للفوزان، دول علماء كبار، نحن ما بنساوي ظفرهم. علماء كبار، لكن ما بقول لك اتبع للفوزان. انت ما تابع للفوزان. نعم تعلم استفيد من العلماء، لكن الحي لا تؤمن عليه الفتنه. القدوه بتاعته يكون السلف اللي ماتوا. نعم.